والله من أسباب الحياة الطيبة في الدنيا أن ينتظر المؤمن الصلاة بعد الصلاة. والحياة الطيبة لا يعني أنها التي تخلو من البلاء أو تخلو من المشاكل، لكنها حياة يطيب فيها القلب ويرتاح ويشعر الإنسان فيها بالراحة. ولذلك استنبط بعض أهل العلم أن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما تطرد به الهموم، مما تطرد به الهموم. وكان بعض الصالحين إذا أصابه ما أهمه أو غمه دخل المسجد ينتظر الصلاة وصلى وبقي ينتظر الصلاة، جلاء للقلب من الهموم. ففي انتظار الصلاة بعد الصلاة الحياة الطيبة، كذلك انتظار الصلاة بعد الصلاة من أسباب حسن الخاتمة. رزقني الله وإياكم حسن الخاتمة، فمن انتظر الصلاة بعد الصلاة مات بخير، وهذا هو حسن الخاتمة.